السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. املأ جداول التناسبية باستعمال طرق مختلفة. لدينا ثلاثة جداول وهي جداول تناسبية كما جاء في المعطيات، نملأها بطرق مختلفة. هنا سنرى ثلاث طرق مختلفة. الطريقة الأولى، بما أنه جدول تناسبية فإن إذا أخذنا هنا A B C D مثلا، فـ A في C تساوي B في D، أو لإيجاد الدي، الدي تساوي أ في سي قسمة بي. 4 في 30، 4 في 3 12، وأضيف صفر 120، إذا 4 في 30 120، 2 في ماذا تساوي 120؟ في 60، أو مباشرة أقول دي أو هذا المجهول يساوي 4 في 30 هو 120 قسمة 2 هو 60. هنا للمرور من السطر الأول إلى السطر الثاني يجب أن أضرب في معامل تناسب. للمرور من السطر الأول إلى السطر الثاني أضرب في معامل التناسب. كيف أحصل على معامل التناسب؟ وهو قسمة عدد من السطر الثاني على عدد مقابل له في السطر الأول. 30 قسمة 2 15، وأكتب هنا 15. فأربعة في 15 تساوي 60. وبالعكس للمرور من السطر الثاني إلى السطر الأول أقسم على 15، أقسم على 15، أو أضرب في 1 على 15، كلاهما صحيح، أو أضرب في 1 على 15، يعني أضرب في مقلوب معامل التناسب. الطريقة الثالثة، صورة 2 هي 30، أبحث عن صورة 4. 2 مضروبة في 2 تعطينا 4، أيضا هنا أضرب في 2 كما ضربت في الأعلى في 2، أضرب هنا في 2. كيف وجدت 2؟ 4 قسمة 2 هي 2، إذن 30 في 2 60. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.